بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة الإدارة التربوية الحديثة. هذا الفيديو موجه إلى السادة الحراس العامون للخارجية وكذلك للداخلية وللسادة أطر الإدارة التربوية، وتطرق إلى موضوع التقرير الدوري. فالمادة 15 من المرسوم 202-376 تنص على أن من مهام الحراس العامون إعداد تقارير دورية حول مواظبة وسلوك التلاميذ وعرضها على مجالس الأقسام. لنبدأ على بركة الله مع هذا النموذج الذي قمت به بإنجازه في الموسم الدراسي 2016-2017 عندما كنت حارسا عاما. فهذا العرض ديالنا اللي غنشوفوا ولا في هذا التقرير الدوري، شوف مجموعه من النقط: غيكون تقديم، غتكون النصوص المرجعيه المؤطره للتقرير الدوري، غيكون الدخول المدرسي، اجتماعات مجالس وجمعيات المؤسسه، حركيه التلاميذ غنشوفوا فيها احصاء التلاميذ وضعيه الانطلاق، كذلك احصاء تلاميذ الاقسام المسنده والوضعيه الحاليه. خامسا، تتبع واستثمار المواظبه والسلوك. النقطه السادسه في هذا التقرير الدوري غنشوفوا تتبع الحالة الصحية والاجتماعية للتلاميذ. بالنسبة للنقطة السابعة، نشوف الأنشطة الحياة المدرسية الجزء الأول، استثمار نتائج المراقبة المستمرة للجزء الأول. تاسعا، نشوف النقاط اللي كنرتكزوا عليها في التقرير الدوري اللي كتهم مشروع المؤسسة. وأخيرا كنشوف خلاصة وتوصيات اللي كيرفعها السيد الحارس العام للإدارة التربوية للمجلس الأقسام من أجل تجويد العمل التربوي وتطويره. التقرير الدوري دابنا نموذج كنت قمت به، انا درته في 2016-2017، نحاول نتقاسم معكم هذا التقرير اللي كنت قمت به في الموسم الدراسي 2016-2017. في التقديم هذا غير كمثال كنعطيو للاخوه والاخوات السيدات والساده الحراس العامون يمكن لهم يشونجيو. انا كنت في الثانويه، قامت اداره الثانويه التاهيليه مولاي ادريس الاكبر بمجهودات كبيره، هذه الثانويه تابعه لرباط الخير مديريه صفرو، بمجهودات كبيره من اجل تفعيل محتويات مقرر السيد وزير التربيه الوطنيه والتكوين المهني رقم 00-35-16 بتاريخ 17 يونيو 2016 بشأن تنظيم السنة الدراسية، حيث انطلقت الدراسة في غير موعدها المحدد بأسبوع وفي جو من الحماس والرغبة في إنجاح هذا الموسم الدراسي. سيتطرق هذا التقرير إلى مختلف المحطات والأنشطة المنجزة خلال الأسدس الأول من السنة الدراسية الجارية، ويتضمن المحاور التالية. هذه المحاور اللي غنشوفوها في التقرير هذا، التقرير الدوري: النصوص المرجعية المؤثرة للتقرير الدوري، الدخول المدرسي، اجتماعات مجالس وجمعيات المؤسسة، كذلك حركية التلاميذ، تتبع واستثمار المواظبة والسلوك، تتبع الحالة الاجتماعية والصحية للتلاميذ، الأنشطة المندمجة والموازية، كذلك استثمار نتائج المراقبة المستمرة للأسدس الأول، وفي الأخير أو قبل النقطة الأخيرة كان مشروع المؤسسة، وفي الأخير كنشوفوا خلاصة وتوصيات اللي كيقدمها السيد الحارس العام والسيدة الحارسة العامة للمجالس الأقسام من أجل تجويد العمل التربوي. من أهم النصوص المرجعية المؤثرة للتقرير الدوري كاين المرسوم 202-376 الصادر في 6 جمادى 17 يوليو 2020 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسة التربية والتعليم، والذي ينص في المادة 15 منه على أن من مهام الحارس العام إحداث تقارير دورية حول مواظبة وسلوك التلاميذ وعرضها على مجالس الأقسام. مهام وأدوار هيئة الإدارة التربوية، كتدخل في المهام والأدوار ديال أطر الإدارة التربوية. مقرر السيد الوزير التربية الوطنية والتكوين المهني رقم، كل عام كيجينا مقرر ديال السيد الوزير ديال التربية الوطنية، كيكون كيتضمن به أن السادة الحراس العامون يشتغلوا على التقارير الدورية. بالنسبة للدخول المدرسي، هنا السيد الحارس العام أو السيدة الحارسة العامة كدير لنا وصف ديال الدخول المدرسي كيفاش وقع. مثلا أنا في 2016-2017 كان الدخول المدرسي على هذه الشكلة، وقع أطر إدارة التربية محضر الدخول يوم 1 شتنبير 2016 برسم الموسم الدراسي 2016-2017. عقد السيد الناظر المكلف، هنا كان عندنا السيد الناظر هو المكلف بتسيير المؤسسة، اجتماعا مع باقي أطر الإدارة التربوية لتهيئة للدخول المدرسي، كذلك توقيع محضر الدخول للأطر التربوية يوم 2 شتنبير 2016. تم تنظيف مرافق الإدارة والمؤسسة وإصلاح الطاولات وصنابير المياه وأزرار الكهرباء والمصابيح وتوفير التجهيزات المكتبية والمعدات الديدكتيكية. هنا السيد الحارس العام داكشي اللي كيشوفوا الإدارة التربوية بما فيها مسير المصالح المادية والمالية كيضمنها شي في التقرير ديالو، يعني بكل مصداقية وكل شفافية. تمت مراجعة لوائح التلاميذ وجداول الحصص الأقسام، تسجيل وإعداد تسجيل التلاميذ في الفترة ما بين 5 و17 شتنبير 2016، هذا كان نموذج قلنا. تواصل مع آباء وأمهات وأولياء التلاميذ وتمديد وتسهيل وتبسيط عملية التسجيل وإعداد التسجيل بالنسبة للتلاميذ الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الوقت المحدد، ضبط ملفات التلاميذ وعدها وترتيبها وتصحيح أسماء التلاميذ وتواريخ ازديادهم في منظومة التدبير المدرسي،
ما صار من خلال نسخ عقود ازدياد أصلية. تنظيم حملة إعلامية تواصلية في صفوف مختلف التلميذات والتلاميذ لجذوع مشتركة وأوليائهم للتعريف بالجذوع. عقد السيد المدير اجتماعا مع الهيئة التدريسية يوم 17 تنوير 2016 تم من خلال إطلاعها على المقر الوزاري المنظم للسنة الدراسية وتوزيع عدة العمل مثل الطباشير الأقلام الآن ولات الفتخ دفاتر النصوص جداول الحصص. انطلقت الدراسة الفعلية يوم 19 تنوير 2016. هذا التقرير أيضا كنضمنوا فيه حتى الاجتماعات اللي كتتم على مستوى المؤسسة والجمعيات اللي كتكون كذلك اللي كتقوم بهذه الاجتماعات كنضمنوها. كان اجتماع واحد كنكتبو كان جوج ثلاثة على حسب الاجتماعات باش كيكون التقرير مفصل. المرجع ديالنا فين هذا باش نديرو هذا الشيء هذا هو المادة 11 و13 من مقرر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رقم 35/16. كل عام يخرج منا مقرر وزاري بشأن تنظيم السنة الدراسية برسم الموسم الدراسي 2016 انعقاد مجلس انعقاد اجتماع الأطر الإدارة التربوية بمؤسسة تاريخ 1/1/2016 من أجل استكمال وضع ترتيب الدخول المدرسي. اجتماع مع رئيس جمعية أمهات وأباء وأولياء التلاميذ ومسير المصارف المادية والمالية يوم السبت 3/1/2016 على سبيل المثال. اجتماع إداري بخصوص مستجدات الدخول المدرسي لموسم الدراسي 2016/2017 يوم السبت 10/1/2016. انعقاد مجلس أقسام يوم 23/1/2016 للبت في طلبة الاستعطاف طلبة إعادة توجيه طلبة التكرار الإرادي. كذلك انعقاد مجالس التعليم ابتداء من يوم 12 إلى يوم 16 للبت في تقييم الدخول المدرسي تعيين منسق لكل مادة مناقشة المشروع التربوي للمادة ووضع اقتراحات بشأن برنامج العمل السنوي. انعقاد اجتماع إداري يوم 1 أكتوبر 2016 للبت في مشكل تمرير ورقة الغياب اليومية على الأساتذة. هذا كان عندنا مشكل هنا في الثانوية يعني درنا اجتماع كيفاش ندبروا هاد العملية هذه وكل مؤسسة عندها خصوصية وعندها مشاكل ديالها يعني في هاد التقارير ولا هاد النقاط اللي كنشتغلوا على حسب كل خصوصية كل مؤسسة. مشكل كذلك عندنا مشكل تدبير الجناح الداخلي في ظل غياب حارس عام الداخلية، مشكل نقص عدد الحراس العام للخارجية، مشكل ضبط السجل العام الخاص للمؤسسة، مشكل الخصاص في الطاولات داخل بعض الحجرات الدراسية، مشكل طلبة انتقال من قسم إلى قسم. انعقاد اجتماع يوم 8 أكتوبر، انعقد اجتماع آخر يوم 8 أكتوبر لتشكيل مكتب جديد للجمعية الريادية. انعقاد اجتماع إداري يوم 17 أكتوبر 2016 للبت في مشكل الاكتظاظ والخصاص في الطاولات، مشكل تسرب الواد الحار بالقسم الداخلي. انعقاد اجتماع مجلس إداري يوم 22 أكتوبر، وكان النقاط ديالو هي نسب الغياب وعدد التلاميذ غير متحقين، تمديد عملية التشطيب على التلاميذ غير المتحقين إلى غاية 1 نوفمبر من أجل محاربة الهدم المدرسي، تحديد تاريخ انعقاد الدورة الثانية للمجلس إعادة التوجيه، قرار المجلس الإداري عدم قبول طلبة إعادة التوجيه بالنسبة للتلاميذ الأولى بكالوريوس العلوم التجريبية باعتبار أن النسبة لا تسمح بذلك باستثناء طلبة التلميذ أحمد خلق السدي. انعقاد الاجتماع الثاني مجلس الأقسام يوم 27 أكتوبر 2016، حيث تمت الموافقة على طلب إعادة التوجيه للتلميذين عبد الصمد والتلميذ عبد الرحيم من جذع المشترك العلمي إلى جذع مشترك أدب. طلب إعادة التوجيه للتلميذ مكرر من أولى باك علوم إلى أولى باك أدب. انعقاد اجتماع إداري يوم 29 أكتوبر 2016 للبت في مشكل انقطاع الكهرباء في بعض الأقسام، توقيت شتوي، مشكل غياب الأمن بجوار محيط المؤسسة. كذلك تدبير الطاولات التي تم استلامها من المديرية الإقليمية، تدارس مختلف المذكرات الخاصة بالمؤتمر العالمي حول المناخ كوب 22. هذا التقرير كان صادف ذاك العام اللي كانت احتضر المغرب في شهر نوفمبر 2016 كوب 22. انعقاد مجلس التربوي في دورته العاديه يوم 3 نوفمبر 2016 تم من خلاله هذه النقاط ديال الاجتماع، مجلس التربوي تقييم الدخول المدرسي، المصادقه على تقارير المجالس التعليميه، مناقشه مشروع المؤسسه، مناقشه البرنامج السنوي للعمل التربوي وللانشطه المندمجه والموازيه، احترام الجدول الزمني لانجاز فروض المراقبه المستمره بالنسبه للاسس الاول. كذلك انعقد مجلس التدبير في دورته الاولى يوم 3 نوفمبر 2016 تم من خلاله المصادقه على برنامج السنوي للعمل التربوي والانشطه المندمجه والموازيه، المصادقه على التوقيت الشتوي، الخزانه المدرسيه، تدبير السبورات والمكاتب الجديده، الاشجار المثمره الموجوده داخل المؤسسه مختلفات. انعقاد اجتماع المجلس الاداري يوم 5 نوفمبر 2016 للبت في تعزيز مراقبه الساحات يوم الجمعه، تحضير استقبال جمعيه تضامن التربيه والشراكه التي تعتزم تنظيم حمله صحيه زوال يوم السبت 5 نوفمبر 2016، الاطلاع على مسوده مشروع المؤسسه قصد ابداء الملاحظات والتعديلات. انعقاد اجتماع الاطر الاداره التربويه بالمؤسسه يوم 5 نوفمبر 2016 قصد وضع برنامج انشطه الاحتفاء بالذكرى 40 للمسيره الخضراء المضفره. كذلك هذا التقرير كنضمنوه التقارير اللي دارت كامله واللي عقدها السادة أطر الإدارة وأطر التربوية كذلك.
انعقاد اجتماع عطل اداره التربيه بالمؤسسه يوم 16 نوفمبر 2016 بغيه توزيع حصص المداومه للموسم الدراسي 16/17. انعقاد اجتماع عطل الاداره التربويه يوم 3 يناير من اجل تخطيط تدبير محطه نهايه الاسدوس الاول من الموسم الحالي. انعقاد مجلس عطل الاداره التربويه يوم السبت 21 يناير 2016 بهدف التخطيط لاجتياز الامتحان الموحد المحلي لنيل شهادات السلك الاعدادي في احسن الظروف. هذه بالنسبه للمؤسسه اللي كنا كنشتغلوا فيها في السلك الاعدادي والسلك الثانوي. انعقاد مجلس الاقسام يوم 18 فبراير 2017 من اجل النظر في نتائج التلاميذ واتخاذ قرارات تقدير الملائمه في حقهم. تحليل واستغلال نتائج التحصيل الدراسي قصد تحديد وتنظيم عمليه الدعم والتقويه الى غير ذلك. من بعد كنشوفوا الحارس العام كتكون عنده ديك الحركيه ديال التلاميذ كيدبرها بها على الشكل التالي. انا كنت دبرتها بهذه الطريقه هذه. كنشوفوا وضعيه انطلاق عندي الجذوع مشتركه، كل الجدود من الاناث والذكور مجموع منهم المكررون شحال كانوا، مجموع ديال العدد ديال الجذوع هما 201 منهم 26 مكرر و95 جديد، الاناث كان 81 الذكور 121، كذلك الجذوع المشترك العلمي بالنسبه للثانويه على حيث الارض الى غير ديك الاقسام اللي كتكون مسنده السيد الحارس العام او السيده الحارس العامه. كنديروا واحد الرسم بياني كيحددنا وضعيه الانطلاق، كنديروا قراءه في هذا الجدول هذا. مجموع تلاميذ قطاع الحراسه الثانيه للسيد الحارس العام عبد الرحيم هاروشي هو 534 تلميذ والاناث منهم 240 بنسبه 44.94. عدد التلاميذ تقدموا بطلبات اعداد التوجيه هو 44، تمت تلبيه 44 طلب بنسبه 100% الى غير ذلك. كنشوفوا هنا عدد التلاميذ المغادرين 22 تلميذ والتلميذه بنسبه 4.11. عدد التلاميذ المستفيدين من اعداد ادماج 508 اي بنسبه 62.5. التلاميذ الوافدون 30 تلميذه وتلميذ موزعين بين التلاميذ وفيدي من خارج المديرية وعدد 17 بنسبة 3.18 والباقي من داخل المديرية 0 أي 13 بنسبة 2.44. عدد التلاميذ غير الملتحقين بلغ 20 تلميذ بنسبة 3.74، 9 تلميذات منهم. عدد التلاميذ المنقطعين بلغ 17 تلميذ وتلميذة بنسبة 3.18. وضعت إدارة المؤسسة خطة لاستقطاب التلميذات والتلاميذ غير الملتحقين والمنقطعين انظر المرفق، كما قامت بمراسلة أولياء أمورهم وجمعية أمهات وأباء وأولياء التلاميذ والسلطات المحلية في الموضوع. قد أسفرت حركية التلاميذ ذاتي عن تخفيض معدل التلاميذ بالقسم مقارنة مع مثيلته بالخارطة المدرسية. مثلا معدل التلاميذ بالقسم كان عندنا في الأول في شتنبير كان عندنا 41 تلميذ في كل قسم، بالنسبة للآداب العلوم كانت 42، الثانية بقى عندنا 34، من بعد 21 أكتوبر 2016 عندنا 40 كانش نقص بواحد، عندنا 38 بعد عندنا 33. في النهاية ديال 25 يناير 2017 كان عندنا 39 في القسم ديال الجدع مشترك آداب، 39 تلميذ، وبالنسبة للعلميين كان عندنا 36 تلميذ، وبالنسبة للثانية بقى كان عندنا 26 تلميذ. من بعد الحركية من بعد التشطيب على غير الملتحقين ولا المنقطعين صفرنا على هاد النتائج هادو. دونك كل حارس العام أو إداري كيكون عنده هو الأقسام المسندة إليه كيدير بحال الجدول هذا أو أحسن منه. إحصاء تلاميذ وضعية الانطلاق، كنديرو هاد الرسوم هادي، هداك الجدول اللي كنا قدمنا في الأول يمكن نديروه. هو المجموع 202 بالنسبة للجدع مشترك علمي، والجدع مشترك آداب، وهذا الدوك إعداد الإناث 81. كنديرو هاد الرسوم البيانية باش كنضفيو على التقرير ديالنا واحد قراءة سهلة. هادو الجدوع الجدع العلمي كنديروه هنا، الثانية بقى علوم حياة الأرض. المجموع العام كنديرو هنا 534 تلميذ اللي كان في القطاع ديالي، الذكور منهم 294 الإناث 240. كنديرو عاوتاني بهذا الرسم هذا، هنا هي المجموع 534 الذكور 294 الإناث 240، المجموع 103 المكررون 65 الإناث منهم 38 اللي مكررين، الجدود هما هادو عاوتاني كذلك. من بعد كنديرو تتبع واستثمار المواظبة والسلوك. ندير واحد القراءة بسيطة. عرف هذا الأسدوس انخفاضا في نسب غياب التلاميذ، ويعزى ذلك إلى مواظبة الأطر التربوية وجدية الأطر الإدارة التربوية في اتخاذ إجراءات إدارية وتربوية ناجعة وفعالة في معالجة الغياب والتأخرات. باستثناء شهر أكتوبر الذي سجل ارتفاعا طفيفا في نسب الغياب وصلت إلى 5% مرده إلى اشتغال بعض التلاميذ في الحملة الانتخابية التشريعية 7 أكتوبر 2016، اشتغال بعض التلاميذ في الضيعات الفلاحية، عدم التحاق 20 تلميذ وتلميذ وانقطاع 17 تلميذ وتلميذة كما تم الإشارة إلى ذلك في محور حركية التلاميذ، وفيما يلي بيانات نسب الغياب خاصة بالمستويات المسندة إليه. نلاحظوا هنا شهر أكتوبر كان النسبة كتتفاوت ما بين كانت نسبة في البداية 3 أكتوبر كان 6.12، من بعد طلعت شوية ولا 7.78، من بعد انخفضت 5.74، من بعد ارتفعت 7.22. بالنسبة لشهر نوفمبر كانت نسبة ما بين 1.73، هنا تقلصت، يعني أعلى نسبة في نوفمبر هي 2.51. من بعد كنشوفو في شهر دجنبير كانت أعلى نسبة هي 4.08. هادي غير بيانات ونسب باش كنأتو بها التقرير الدوري. كذلك شهر يناير كان أعلى نسبة هي
2.52. نسب العمل الغياب أكتوبر مثلا كانت عندنا 5.8 بالنسبة لجذوع الأدب، وبالنسبة لجذوع علمية كانت 4.46، بالنسبة للثانيات كانت 13.46. في نوفمبر تقلصات إلى أن أصبحت تقريبا شبه منعدمة في التالي ديال يناير، أو كنترجم هذا الجدول إلى نسب الغياب هذه. كما يمكن تفسير غياب التالي بالإضافة إلى عوامل السالفة الدائرة بمجموعة من الإكراهات. كنديروا قراءة داك الجدول أو داك الرسوم الميبيانية. إكراهات أبرزها ضعف الرأسمال الثقافي لأسر التلميذات والتلاميذ، الهشاشة الاجتماعية لعدد من الأسر، التفكك الأسري، طلاق، نزاع بين الأب والأم، غياب شبه دائم للأب، عدم حضور الآباء والأمهات وأولياء التلاميذ إلى المؤسسة رغم إرسال مراسلات والاتصال الهاتفي، بعد سكن بعض التلاميذ عن المؤسسة، زلول وحي المحطة والدار الحمراء وتفجيرات، ضعف مستوى التلاميذ في المواد الأساسية مما يسبب ضعف الدافعية لديهم. وقد قامت إدارة المؤسسة بالعديد من الإجراءات والتدابير للحد والتخفيف من ظاهرتي التأخر والغياب، التواصل هاتفيا ومراسلة أب التلميذ أول أمره وإخباره بغياب أو تأخر وتأكيد على حضوره المؤسسة لمناقشة الحالة ومعالجتها، كذلك توقيع التزام بعدم تكرار الغياب سواء من قبل التلميذ نفسه أو من طرف ولي الأمر، حملات تحسيسية توعوية من طرف أطر الإدارة التربوية، تنبيههم إلى أهمية نقطة المواظبة والسلوك، عرض التلاميذ الذين يترددون على مكتب الغياب على خلية الإنصات والوساطة بالمؤسسة، اتباع إجراءات صارمة في كثير من الأحيان مع الذين يتكرر غيابهم وعدم السماح لهم بالدخول إلا بعد حضور أولياء أمورهم، تفعيل أنشطة والأندية التربوية، وضع السيد الحارس العام استمارة للوقوف على أسباب تفشي ظاهرة الغياب استهدف التلميذ والأستاذ والإداري والأباء والأمهات والأولياء، التدابير نفسها يتم القيام بها في حالة المخالفات داخل وخارج الفصل الدراسي، وتم اعتماد المقاربة التربوية الاجتماعية في حل أغلبها، والتواصل مع الأساتذة والتنسيق معهم والتواصل مع الأباء والأمهات من أجل البحث عن أنجع الحلول لضبط تلاميذ وترسيخ ثقافة الاحترام لديهم وتفعيل خلية الإنصات والوساطة. وبذلك أصبح التلاميذ والتلميذات يعرفون انضباطا جيدا بفضل تضافر جهود جميع الأطر العاملة بالمؤسسة ويقظتهم الصرامة المبنية على استباق الأحداث ثم التصدي للظواهر السلبية والبحث عن الأسباب الكامنة وراءها للحد منها. بالنسبة للنقطة السادسة، تتبع الحالة الصحية والاجتماعية للتلاميذ. هنا كنحاول نركز وكنطلب من السادة الحراس العامين انهم يديروا واحد الحمله تحسيسيه وتواصليه باش يعرفوا التلاميذ اللي عندهم مصابين بامراض مزمنه، اللي عندهم شي امراض باش يقولوا للاساتذه، وكتكون معامله خاصه لك التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصه الا كانوا عندنا في المؤسسه. تمنح الحراسه العامه كافه التسهيلات من اجل استفاده التلاميذ من الخدمات الصحيه كلما دعت ضروري ذلك، مطبوع، زيارات مستشفى، توفير معطيات التلميذ لفريق الصحه المدرسيه من المركز الصحي، احترام ضامن الشواهد المدرسيه، الاحتفاظ بالوثائق الطبيه للمتعلم في ملفه المدرسي. اغلب الامراض التي يعاني منها التلاميذ موسميه، الاغماء حيث عرف الاسدس الاول عشر حالات اغماء في صفوف الاناث، تسجيل حاله تلميذ يعاني من امراض نفسيه بسبب مرض ثعلبه، داء السكري، وجود حالتين في جذع مشترك وحاله واحده في المستوى الثاني بكالوريا علوم حياه الارض، وقد تم اخبار الاساتذه والتلاميذ بحالتهم لتقديم المساعده اليهم عند الحاجه، تسجيل حاله تلميذه تعاني من الحساسيه وهي التلميذه الاسم ديالها من ثانيه باك علوم حياه الارض، تساعد الحراسه العامه التلاميذ الذين يعانون من امراض عضويه ونفسيه وتدعمهم نفسيا واجتماعيا وتتواصل مع زملائهم لمساعدتهم على مواكبه الدروس، وكذلك التواصل مع الاساتذه لمد يد المساعده الى هذه الفئه. من خلال تقارير لجنه الانصات والوساطه، تدخلت جمعيه اباء وامهات واولياء التلاميذ لمساعده 10 تلاميذ معوزين، وذلك بالتكفل بمصاريف تنقلهم أو علاجهم أو كسوتهم خلال فترة البرد. كذلك التقارير الدوري كيتضمن أنشطة الحياة المدرسية، كتكون فيها التقارير ضروري عن السيد الحارس العام. درنا واحد الصفحة ديال الفيسبوك في ثانوية إيليا مدرس الأكبر، درنا واحد الفريق ديال الإذاعة المدرسية التابع لجنة الإعلام والتواصل وعندنا التقارير ديالها. كذلك درنا تفعيل خلية الإنصات والوسطاء اللي كان كيشاركوا فيها أساتذة ديال الفلسفة وأساتذة التربية الإسلامية مشكورين اللي قدموا يد العون لمجموعة من التلاميذ. كذلك بمناسبة احتضان المغرب داك كوب 22 لقمة المناخ، تنظيم دوري كروي كوب 22 بمناسبة احتضان المغرب لقمة المناخ بمراكش من 7 إلى 18 نوفمبر 2016، وتم تقديم جوائز في هذا الموضوع. هذا عبد الربي هنايا كيتصور مع التلميذ، التلاميذ ديال المؤسسة كيمتازوا بانضباط كبير وأخلاق عالية. كذلك الإعلام والصحافة التابعة لنادي بويبلان للتنشيط الثقافي والتربوي بمناسبة يوم العالمي، كان درنا واحد
ندوى على أهمية اللغة العربية في المحافظة على الهوية وتوطين المعرفة بالإضافة إلى الصور. كذلك لجنة الإعلام والتواصل قامت يوم السبت 24 جانفي 2016 مسابقة في السيرة النبوية ابتداء من الساعة 8:30 صباحا. كذلك تم تخليد ذكرى المسيرة الخضراء المضفرة وعيد الاستقلال وأنشطة على هامش تنظيم المغرب لقمة المناخ كوب 22. تم غرس مجموعة من الشتلات والشجيرات في المؤسسة، هذه الصور اللي كتخلد، وكانت زيارة واحد المشتل بني سوحان تابع للمياه والغابات. نمر الآن للنقطة الثامنة، هي استثمار نقاط المراقبة المستمرة للأسدوس الأول. كنشوفوا فيها كتكون فيها مستوى ثانية باك، مستوى المسندة للحارس العام كي أعلى معدل، مثلا نشوف عدد التلاميذ أعلى معدل، أدنى معدل، معدل ملاحظ، عدد الحاصلين على المعدل، وكنديروا واحد الجدول وكنديروا قراءة فيه. من خلال الجدول الأعلى نستنتج أن تلاميذ المستوى الثانية باك علم حيث الأرض حاصلين على معدل بنسبة 99.14، وهي نسبة جد مشرفة. أعلى معدل ملاحظ بالنسبة للأقسام الثانية بكالوريا علوم حيث الأرض هو 14.33، أدنى معدل ملاحظ بالنسبة للأقسام الثانية بكالوريا علوم حيث الأرض هو 10.92، عدد التلاميذ الحاصلين على المعدل هو 115 تلميذ من 116. كذلك نفس العملية كنديروها للجدول المشتركة، وكنديروا قراءة في ذاك الجدول هذاك، وكنديروا قراءة لكل المستوى. انطلاقا من النتائج المحصلة عليها في الجزء الأول تم اتخاذ الإجراءات التالية: تحديد لوائح التلميذات، من بعد فاش كنشوفوا داك النتائج وكنديروا الاستثمار ديالها كنحدوا هذه الإجراءات هذه، تحديد لوائح التلاميذ والتلميذات المتعثرين والذين يحتاجون للدعم التربوي، اقتراح عدد من التلاميذ على خلية الإنصات والوساطة تماشيا مع توصية مجلس القسم المنعقد يوم 18 فبراير 2017، ضق نقص الخطأ بالنسبة لظاهرة إخراج التلاميذ من القسم، بلغ عدد التلاميذ المخرجين من القسم خلال الأسبوع الأول حال مما يسبب في ارتفاع نسب الغياب والهدر المدرسي، ضق نقص الخطر بالنسبة للمستوى التامي في اللغة الفرنسية والرياضيات واللغة العربية، وضع لوحة القيادة طابلو دبو خاصة بتتبع نتائج التلاميذ الأقسام المسندة، الدعوة لاجتماعات عاجلة للمجلس التعليمي ومجلس الأقسام ثم المجلس التربوي ومجلس التعليمي أجل وضع خطة عمل بلون داكسيون للدعم التربوي لفائدة التلاميذ، تشجيع التلاميذ على القراءة والقيام بأبحاث وعروض وإنجاز مجلات حائطية، توفير موارد مالية والبحث عن الشركاء لتفعيل البرنامج السنوي لأنشطة الحياة المدرسية. كذلك حتى التلاميذ مؤسسة على الانخراط في والمشاركة في أنشطة الحياة المدرسية، تشجيع التلاميذ والتلميذات المتفوقين وحاصلين على مراتب الثالثة الأولى والثناء عليهم لإذكاء روح المنافسة بين التلاميذ، تفعيل الأندية التربوية داخل المؤسسة والتكثير منها وعدم اكتفاء بصيغة النادي الوحيد. الحارس العام كذلك يشوف ذاك النقط للأولويات اللي كانت في مشروع المؤسسة، كيحاول يشوف واش تم من خلال المراقبة والتتبع واش تم يعني اللمس ديالها أو إحاطة بها. مثلا شكل مشروع المؤسسة التنمية المدرس الأكبر قيمة مضافة ونوعية في أفق الحفاظ على مستوى التقدم جهويا وإقليميا من حيث النتائج الدراسية وخاصة نتائج البكالوريا، تصبح على أن تصبح ذات جاذبية فيما يتعلق بتنشيط الحياة المدرسية وتعزيز التواصل الداخلي بين مختلف المتدخلين في الفعل التربوي بالمؤسسة، وبغية تحقيق الهدف الأسمى المتمتي في تجويد التعلمات والارتقاء بالحياة المدرسية ونجاح كل تلاميذ والتلميذات من أجل تجاوز العقبات الرئيسية المعيقة لتقدم المتعلمات والمتعلمين نحو تحقيق النجاح المنشود. واستحضارا للموارد المتوفرة ونقاط القوة، اختارت مؤسستنا الاشتغال على الأولويات التالية: تحسين درجة التمكن من اللغات والمواد العلمية ورفع من نسبة النجاح، تفعيل أدوار الحياة المدرسية وتجويدها. وقد تم اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير مشروع المؤسسة، وذلك بإشراف جميع مكونات المجتمع المدرسي والانفتاح على محيط المؤسسة، كذلك إشراك دائم للتلميذ في صياغته وتنزيله وتتبعه. من بعد فهاد التقرير كتكون هنا الإضافة النوعية ديال الحارس العام أو الحارسة العامة، كيدير خلاصة وتوصيات: العمل في الثانوية التأهيلية مولاي يدرس الأكبر مفيد وممتع ويسير بشكل مستحسن وفي أجواء ملؤها التحفيز والتفاؤل والمنافسة والترسيخ، وقوامها روح التعاون والتآزر والاحترام المتبادل بين كافة العاملين بالمؤسسة والتلاميذ. وفيما يلي بعض التوصيات المتواضعة اللي قدمتها أنا في ذاك السنة هذه: وضع خطة محكمة ومستعجلة للدعم التربوي لفائدة تلميذ التلاميذ المتعثرين دراسيا، مع توفير شروط مناسبة لتفعيل ووضع آلية تتبعها، إطلاع هيئة التأثير التربوي على النتائج المحصلة، قصد استثمارها في بلورات تغذية راجعة لفائدة الأساتذة، تساهم في تحسين أدائهم المهني من خلال برمجة ورشات وندوات تكوينية في الموضوع. عقد اجتماع لفريق قيادة مشروع المؤسسة قصد دمج توصية مجالس المؤسسة المرتبطة باستثمار نتائج الدراسية للتلاميذ في أنشطة المشروع، إدماج التلاميذ المتعثرين في أندية تربوية وإشراكهم في الأنشطة المندمجة والموازية، تنظيم أنشطة إشعاعية نوعية تساهم في تعزيز التواصل الداخلي والانفتاح على المحيط، مثلا أبواب مفتوحة حول التوجيه، أسبوع ثقافي، مهرجان ربيعي إلى غير ذلك، تفعيل خلية اليقظة التربوية للاهتمام بالتلاميذ المهددين بالفصل عن الدراسة
قصد دعمهم نفسيا وعاطفيا وتربويا، تحفيز وتكريم تلاميذ متفوقين من خلال منحهم جوائز تشجيعية وشوائد شرفية، إحداث جائزة المواظبة تمنحها في حافة ختام السنة الدراسية، إحداث لجنة لتكريم الأساتذة المحالي على التقاعد، إحداث جائزة التلميذ المبتكر والأستاذ المجدد، تفعيل خلية الدعم الاجتماعي لدعم التلاميذ والتلميذات المعوزين، العمل على جلب شركاء جدد للمؤسسة، كذلك دعم برامج وخدمات خلية الإنصات والوسطة وتفعيلها، كذلك من أجل مساعدة التلاميذ على تحقيق أقصى حد ممكن من التوافق النفسي والتربوي والاجتماعي، وإيجاد شخصيات متزنة من التلاميذ تتفاعل مع الآخرين بشكل إيجابي. وهنا كان في هذا الأخير كندير النقطة، هي دي النقط اللي درناها في البداية ديال العرض. كنتمنى يكون هذا التقرير هو شوية طويل يكون عجبكم، وما تنساوش تضعوا لايك للقناة باش يوصلكم كل جديد. هناك العديد من العروض اللي عندها علاقة بالإدارة التربوية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.